Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم مبسوطين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. أول خبر معنا يخص استوديو تانجو المعروف طبعا بسلسلة إيفل وذين، وأخيرا لعبة هاي فاي رش. مؤخرا عرفنا ان اكتر من 3 مليون لاعب حملوا اللعبة من على خدمة الجيم باس، وده نجاح باهر للعبة فريدة من نوعها. وعلى عكس بعض التقارير الاولية فمايكروسوفت راضية بنجاح اللعبة وباداء الاستوديو، وبالتالي هتزود من استثماراتها فيه. في خلال عطلة نهاية الاسبوع انفجر مقطع تشويقي للعبة عجيبة بعنوان كيلر بين، وهي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول والثالث على طراز الروج لايك في عالم مفتوح. العنوان مبني على فيلم أنيميشن كيلر بين فوريفر إنتاج عام 2008، واللي تكلف مليون دولار ولكن فشل ذريع. ولكن مع الوقت من فرط وحشته بقى له جمهور كبير. مفيش معاد إصدار محدد للعبة، ولكن ممكن تضيفها على قائمة الويش ليست في ستيم من دلوقتي. في مقابلة مع موقع NHK الياباني تحدث رئيس نينتندو فوروكاوا عن فلسفة الشركة في تطوير الأجهزة الجديدة بالتحديد، وأنا بقتبس، قال: على الرغم من أننا ما عندناش تكنولوجيا معينة مركزين عليها في اللحظة، لكننا بنقوم بأبحاث في مجموعة متنوعة من التكنولوجيات الجديدة. لكن أنا مؤمن أن أهم حاجة لشركتنا مش فقط البحث عن تكنولوجيا جديدة لمجرد أنها جديدة، بل في التفكير في إزاي هنقدر نقود ثورات في عملية اللعب ذات نفسها. الفكرة أنه لو اقتنعنا أن إضافة تكنولوجيا معينة ممكن توفر تجربة جديدة ومفاجأة لعملاء نينتندو، هنكون متشوقين أكتر وهنستثمر فيها لو لزم الأمر. طبعا يا أصدقائي مش هنقدر نطلع بالكلام دوت بعقاد نافع بخصوص جهاز نينتندو القادم، ولكن أظن أن قد يكون مضمون الكلام هو أن نينتندو غالبا مش هتغير بشكل جذري اللي عملته بالنينتندو سويتش، أو التغيير لمجرد التغيير، وديت أظنها رسالة تطمينية جيدة، لأن في بعض الأحيان نينتندو فعلا كانت بتقع في الفخ ده. أعلنت نينتندو رسميا أن تشارلز مارتيني ممثل الأصوات اللي قام بتقديم صوت شخصية سوبر ماريو منذ عام 1991 هيتراجع عن الدور في المستقبل. تم الإعلان عن الخبر من خلال قنوات نينتندو الرسمية على تويتر، واللي قالت: لدينا رسالة لمحبي المشروم كينجدم. كان تشارلز مارتيني هو الصوت الأصلي لماريو في ألعاب نينتندو لفترة طويلة. تشارلز دلوقتي هيتحول لدور جديد كسفير ماريو. مع الانتقال دوت هيتراجع عن تسجيل أصوات الشخصيات لألعابنا، ولكنه هيستمر في السفر حول العالم ومشاركة فرحة ماريو والتفاعل معكم جميعا. طبعا ديت سنة الحياة، وإحنا بنتمنى لتشارلز مارتيني كل الخير والسعادة زي ما أسعدنا. وأخيرا قائمة الدخول في ستارفيلد تثير الجدل، مش فقط بين اللاعبين وهم مدمنين حروب الكونسول، ولكن أيضا بين المطورين. زي ما انتوا شايفين ديت قائمة الدخول للعبة ستارفيلد، وهي بدون شك بسيطة، وده مش بالضرورة شيء سيء أو جيد، لأن التذوق الفني أمر نسبي. ولكن دوت ما منعش مايك كيرن وهو مطور سابق في بليزرد أنه في تويتر يتهم مطورين ستارفيلد يا إما بالتسرع أو بعدم الاهتمام. التويتة أثارت زوبعة لدرجة أن بيت هاينز وهو مدير التواصل في بيثاسدا يرد عليه بأنه تصرف بشكل غير احترافي، خاصة لأنه مطور. لكن بيت هاينز وضع كلمة مطور في أقواس الاقتباس، مما معناه أنه بيلقح كلام عليه أنه مش مطور ولا حاجة، ما سبتوش حاجة للعيال الصغيرة الحقيقة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية النهاردة. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بيها، وأتمنى إن شاء الله أن يكون نهاركم أبيض ويومكم لذيذ. خدوا بالكم من نفسكم ونشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية.